كان كذلك كالآتي: موضوعي أمس كان لماذا أجد نعم. المسبة لآل البيت في كتب أتباعهم وأحبابهم وما أجدها في كتب أعدائهم وباغضينهم؟ بس هذا كان موضوعي. تسمح كان لي أجاوب؟ لا قبول. أي تفضل جاوب. تفضل. اسمح لي أجاوب. عباس القمي الله يرحمه. يا الله يا سيدي جاوب على سؤالي. اترك عباس القمي. هو اترك القصة كلها. أخير أخير. سعد سعد هذا ده يشوش على الموضوع. ما أريدك تحكي. لا لا مري. اسمع اسمع حبيبي. ما أريدك تحكي لي على أي موضوع. سؤالي الآن إلك. اترك البارحة في البارحة. اليوم في اليوم. لماذا أجد مذمة أهل البيت في كتب أحبابهم ومواليهم وما أجدها في كتب باغضينهم وأعدائهم؟ هذا سؤالي. ليش؟ أنت مو تريد أشرح لك؟ خليني أشرح. إيه تفضل اشرح. علماءنا من ذاكرين الإساءة لأهل البيت في كتبنا هي نقلا عن أشخاص من ضد أمير المؤمنين اتكلموا بهذا التجاوز ذاكرين. لا 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 أبو عبد الله أبو عبد الله أوقف. أبو عبد الله لا تخرب المشهد. أبو عبد الله أوقف 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 حبيبي أوقف أوقف راح أخليك تحكي. روح يا. الآن بالعراق يقولوا لها طربك 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 جيب لنا الأدلة مالتك اللي تقول عنها. تفضل بسرعة. هاي بيدي أحكي لك إياها. عطينا عطينا مولانا الصفحة. أي الصفحة والجزء؟ لحظة الصفحة والجزء بسرعة. الكتاب اسم الكتاب. بيت الأحزان الشيخ عباس القمي. بيت الأحزان. شنو بيت الأحزان الشيخ عباس القمي؟ الصفحة 137 الأحزان. عباس عباس القمي القمي إيه صفحة 137 صفحة 137 إيه. اقرأ لي الرواية من البداية للأخير. ايه اوقف اوقف. هذه رواية اذل من الحذاء صح؟ اقرأها من البداية. ايه منو قال اذل من الحذاء؟ يا سيدي منو اللي قال؟ ابن حديد. سألت النقيب ابن جعفر يحيى بن يزيد فقلت صفقولة ابن ابي الحديد. الان تتبرأ منه؟ هم ذولا دا ينقلون اللي حديث اللي صار بين ابني 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 ابي ابني استاذي ابني ابي الحديد تتبرى منه؟ استاذي ابني ابي الحديد تتبرى منه؟ انا مو ابن ابي الحديد. هو القايل اللي ناقل على اللي سبوا على ابن ابي طالب. اوقف 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 اوقف. مجموعة اللي خنتها على ابن ابي طالب. خلاص خلاص اكتم اكتم وراد يقطعها. هم اللي سبوا على ابن ابي طالب. اكتم 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 يلا يا شيخ نكتم. بيت الأحزان الشيخ عباس القمي صفحة 137 رواية أبي ذر رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام: أخذ خالد بإصبع السبابة والوسطى وفي ذلك هي هاي منها فعصره عصرة فصاح خالد صيحة منكرة ففزع الناس وهمتهم أنفسهم وأحدث خالد في ثيابه أحدث خالد في ثيابه الحمد لله وجعل يضرب برجليه ولا يتكلم. فقال أبو بكر لعمر: هذا مشورتك المنكوزة كأنه راجعا. أقف أقف أقف. إحنا نريد الرواية مع الحداء. إيش دخلنا بولي عارف مسبة شيخ أبو عبد الله؟ ما دام يصيح نزلوه. هذا ما دام قد بدأ يصيح نزلوه. سلم لي سلم لي. شو قمت تطارق؟ اهدأ. يقول خلنا راح أقراها لكم قدامه صح الصفحة طويلة بس أقراها أريدكم تشوفوا لي القصة من بدايتها. ورواية أبي ذر رحم يا أخي سد المايك سد المايك. والمؤمنين أخذ خالد بإصبع السبابة والوسطى وفي ذلك فعصره فصاح خالد صيحة ما أعرف إيش. ما أتكلم عن الأغلاط ما راح أقولها. وأحد شو اسمه في شو اسمه برجليه لا يتكلم. فقال أبو بكر لعمر: هذه مشورتك. ما أتكلم الأغلاط قلت لكم. كأني كنت أنظر إلى هذا وأحمد سلامتنا وكلما دنا أحد ليخلصه من يديه عليه السلام لحظة لحظة تنحى عنه
راجعا فبعث أبو بكر عمر إلى العباس فجاء تشفع إليه تشفع إليه. هذا من اللي عاصر خالد بن الوليد؟ الإمام علي عليه السلام. أنت في حين رادوا ينبشون القبور يطلعون فاطمة الزهراء يصلون عليها فما قبل. صفق له صفق له عبد الله ولا ما نصفق له؟ قال أما حقي. هاب 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 يلا يلا هاب. الإمام ليش دافع عن الإمامة وهي ميتة وما دافع عنها وهي حية؟ أشرح لك. إيه مولا اشرح حبيبي اشرح عيوني انت اشرح مولانا اليوم حبيبي. احنا راح احكي لك تصنط تسمع من عدي. اسمع خلي الناس تسمع وتتفهم. الإمام علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام مثل ما وصلكم عدة كانت وصية. يا ها ليش اشتغلت الوصية؟ اصبر ليش اشتغلت الوصية من كانت فاطمة مي عدلة وما اشتغلت الوصية عند القبور؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل علي تفضل أغاتي انت تفضل. الإمام علي عليه السلام يعلم عندنا الغيب ويعلم كل شيء. حلو بس وقف وقف وقف. لكم دقوا يا وهابية دقوا وكم دقوا يا وهابية جتنا مصيبة سودة. الإمام علي عليه السلام يعلم أنهم باوي خلنا نكمل أصبر هوب 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 هوب. الإمام علي يعلم الغيب؟ نعم الغيب؟ نعم. ليش ما أخذ فاطمة قبل لا تجي هاي الساعة وهربها إلى بيت واحد إلى المريخ على البغلة قنبر؟ نعم سيدي جيب البغلة تربك تربك وطيرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل. كيف الأمة تعرف هذه العصابة إذا أخذها وانهزم؟ الله أكبر. شوفوا عبد الله قسم بالله هذا أذكى. خليني أكمل. الإمام أذكى شيعي شفته بالعصر الحجري. عدة وصية شيخنا إلى السرداب. إلى السرداب جبان جبان ما تقدر والله ما تقدر إلى السرداب. يا طاهر إلى السرداب. قسم بالله لو ما صوتك العالي صوتك المرتفع وما تنطيني مجال قسم بالله لأسويك سهرة اليوم أسويك ميز أضحك لأمة محمد أضحك عليك. أنت بس شرحت شرح بسيط لمدة دقيقة جبت ثلاث مصايب بس شرحت لمدة دقيقة. المصيبة الأولى إن علي هو الذي فعل هذا بخالد وسوى صار شجاع دك 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 دك. ليش ما صار شجاع من إجوله؟ ليش فاطمة فتحت الباب؟ ليش ما هو يعلم الغيب وما كان وما يكون وما تكنكن إلى يوم الكناكين وفتح الباب وما كان هو يعلم إنهم راح يجون يكسروا ضلعها؟ المصيبة الثانية تفضل شيخنا. الله يزيد فضلك. زين هذه الجملة اللي قالها يعلم الغيب زين فاطمة صارت كبش فداء في هذه الموضوع. يعني الإمام سوى فاطمة كبش فداء. نعم. البارحة صور معي واحد ذكر نفس القصة قال إرادة الله أنه يكسر ضلع فاطمة. قلت له حلو يعني عمر طبق إرادة الله. قال نعم. قلت له يعني